هناك على المقدمة والصدارة والانطلاق، وما شاء الله أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول وتابع من خلال هذا الشعار هناك. يا سلام السعي، السعي اللي على المركز الأول لمحمد بن فهد بن بيشان العجمي، شعار أخضر يحمل دائما انتقالات وأيضا يحمل هذه السلالة الممتازة. هي الساعي والسعي الأول للتواصل على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الدكتورة صالح بن حمد الدعبة المري، يا سلام يهدد، يهدد في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. محاسن على المركز الثالث هناك في هذه اللحظة وفي هذا التواصل. أيضا هناك لصالح بن راشد الدعبة المري على المركز الثالث. يشوف المحاسن، صالح الدعبة هناك موجود مع المحاسن وأيضا منافسة. محاسن الصدف تبدأ في هذا الانطلاق. هناك الدعبة، الدعبة متواجدين، صالح بن راشد وهناك أيضا ما شاء الله صالح بن حمد، الاثنين موجودين والكل صالح ما شاء الله. نتمنى أيضا التوفيق والصلاح للجميع. هناك على المركز الثالث نعود مع المركز الرابع سهيل بن مسلم العامري مع نوف على المركز الرابع. والمركز الخامس تبقى هناك جمايل فيصل بن طالب بن شريم المري. هذه المراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي وهدوء الكيلومترات الخمسة. هنا يسود المقدمة، يسود الصدارة، ومحاسن هناك تتغنى على مقدمة هذه الانطلاقات. محاسن صالح بن راشد الدعباء المري ما شاء الله تطمح بأن تكون أيضا هنا تسجل حدثا كما سجلت هناك في الميدان الشمالي بأفضل توقيت. سلامي عليك يا الدعبة، سلامي عليك على هذا الأداء. 2 كيلو، 2 كيلو، هدي أعصابك، هدي أعصابك مع المحاسن والمحاسن الجميلة موجودة هناك في المقدمة. المركز الثاني ومتواجدة ساعية على ثاني المراكز محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع الساعية، المارك الرئيسية، المارك القادمة من المملكة هناك لتحمل تحديات الإثارة في هذا الميدان، ميدان التحدي. المركز الثالث والدكتورة صالح بن حمد دعبة المري أيضا مع الدكتورة على المركز الثالث. ورابع المراكز، رابع المراكز نوف سهيل بن مسلم العامري على المركز الرابع. ومن هنا قادم على خامس المراكز هناك أيضا فيصل بن طالب بن شريم المري مع الجمايل على المركز الخامس. ما شاء الله أداءنا جميل، انطلاقنا مميز، اندفاعنا متميز، والساعي سعد، سعد بكل قوة الساعية إلى مقدمة هذا الشوط وغيرت أيضا المراكز. بقيت هي على المقدمة ولكن الهجوم، الهجوم اللي نشوفه في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، وصل بن هويمل، وصل بن هويمل مع هذه الانطلاقة. نوف سهيل بن مسلم العامري في المركز الأول والانطلاقة الأولى والاندفاع الأول ما شاء الله. هناك على الصدارة على البداية تحمل نوف وتحمل راية المقدمة مع هذه اللحظات. المركز الثاني الساعي، الساعي على المركز الثاني في ثاني المراكز محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وهناك على المركز الثالث ما شاء الله. نشوف المركز الثالث وصلت هنا اندفاعه من سلام سعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين. سلامي سلامي على هذا الأداء، على هذا التحدي. هناك على المركز الرابع راشد بن علي الرميثي مع دمعة، مع دمعة المركز الرابع. ولا أقول أيضا راشد محمد البريدي في المركز الثالث على رابع المراكز. انطلاق قادم بكل قوة من خلال هذا المسار شاني محمد بن بطحان بن قران المنصوري. سلام سلام سلام، الستمية متر الأخيرة، المنافسة النهائية، التحديات النهائية. وهناك نوف، نوف قايدة هذا المسار، نوف على المركز الأول. سهيل بن مسلم العامري في المركز الأول، الصدارة الأولى، التحدي الأول، الانطلاق الأول. الله، بن بطحان هجم مع الشاينية، محمد بن بطحان
المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا تعود دمع راشد بن علي الرميثي. هذه المراكز الثلاثة الأولى والعودة إلى البداية، العودة إلى نوف. نوف خلاص نافت على مقدمة هذا الشوط وخلاص. التحية التحية هناك من خلال هذا المسار. نوف سهيل بن مسلم العامري تهانينا والناموس على هذا الأداء. بالفعل نوف وراية المركز الأول مع نوف في الصدارة تهانينا، والناموس المركز الثاني لمحمد بن فتحان المنصوري في ثاني المراكز، والمركز الثالث راشد بن علي الرميثي، والمركز الثالث المركز الرابع سعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين سلام، والمركز الخامس طواري سيد محمد بن علي بوساق اليامي في المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى والتحديات الأولى والانطلاقة الأولى مع هذه اللحظة. تعود بالتوقيت الزمني مع هذه اللحظة 8 دقائق 23 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني اللي سجلته نوف تهانينا والناموس سهيل بن مسلم العامري. المركز الثاني ذهب إلى المركز الثاني